نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. طهران تحذر من رد قاس على أي خرق لسيادتها، والمبعوث الأمريكي يعلن استعداد واشنطن لرفع العقوبات بعد التوصل إلى اتفاق معها. تحركات شعبية وفعاليات رفضا لصفقة القرن وورشة البحرين، والأمة الكويتية يدعو لمقاطعتها ورفض أي محاولة للتطبيع. البرلمان العراقي يمنح الثقة لمرشحي رئيس الحكومة لمناصب وزراء الدفاع والداخلية والعدل. لجنة الانتخابات التركية تعلن رسميا فوز أكرم إمام أغلو برئاسة بلدية إسطنبول، والليرة والبورصة تنتعشان. وفاة المدعي العام لولاية أمهر الأثيوبية متأثرا بجروح أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة. حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن أي خرق لسيادة إيران سيواجه سريعا وبأقصى طريقة ممكنة. وخلال افتتاحه معرضا فنيا أكد ظريف أنه لا يمكن التفاوض على سيادة إيران، مشيرا إلى أن المنظومة الدفاعية التي أسقطت الطائرات الأمريكية صناعة إيرانية بالكامل، وأنها من منجزات الصناعة الدفاعية الإيرانية. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد أذري جهرمي أن الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة. تصريحات الوزير الإيراني جاءت بعد أيام على تقارير عن هجوم إلكتروني اتهم فيها البنتاغون بتعطيل أنظمة إطلاق الصواريخ في البلاد. ووفق جهرمي فأنه جرى في العام الماضي تحديد 33 مليون هجوم إلكتروني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال إن إنشاء واشنطن تحالفا استراتيجيا ضد إيران ليس جديدا ولن ينجح، وأكد أن قدرات إيران الدفاعية عالية ولن تؤثر فيها أي هجمات أمريكية. لا نتوقع أي شيء من الأوروبيين، ونجري محادثات ثنائية مع أصدقائنا لترتيب أساليب التعامل مع البنوك والتداول. لا يجري تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة. سنمضي قدما في خفض التزاماتنا، وإذا رأينا أن لا شيء يحدث سنتخذ الخطوة الثانية بكل قوة. ونتحول الآن إلى غزة، وكلمة للقيادي في حركة حماس مشير المصري نتابعها الآن. الحديث بالنيابة عن فلسطين وكل ما سيصدر عن المؤتمر من قرارات ومواقف لا يمثل شعبنا، وهي ليست سوى محاولات جديدة فاشلة كتلك التي تمت في محطات متعددة لم تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني ولم تراعي حقوقه الثابتة وبقيت حبرا على ورق. إذن كنا نتابع كلمة القيادي في حركة حماس مشير مصري، ونتابع في سياق النشرة حيث أكد أو قال مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني حسام الدين أشنا، قال إن ما يزعمه الأمريكيون من تفاوض من دون شروط أو قيود أمر مرفوض في ظل التهديد والعقوبات. وفي تغريدة على تويتر كتب أشنا: إن كانوا يريدون شيئا أبعد من الاتفاق النووي فعليهم تقديم أي شيء أبعد منه بضمانات دولية. وقال إن الحرب والعقوبات وجهان لعملة واحدة، مؤكدا أن الإيرانيين ليسوا دعاة حرب ولا يستحقون العقوبات. ونعود إلى غزة وكلمة القيادي في حماس مشير مصري. ولا يساوم ولا يخضع أو يستسلم لأي التدخلات، وعلى رأسها المؤامرات الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية وترسيخ الاحتلال. فقرارنا بأيدينا، وشعبنا لن يساوم على حقوقه الوطنية وقضيته السياسية أو يقايضها بكل العروض والمغريات. لقد كان شعبنا على قدر المسؤولية وكان أهلا للرهان أمام كل الاختبارات والتجارب والمحطات التي تعرض فيها للتآمر. لم تزلزله المؤامرات ولم تزعزعه المؤتمرات المشبوهة هنا وهناك، ولا بديل عن حقوقه كاملة غير منقوصة. إن مؤتمر البحرين يمثل خطورة قصوى ويعتبر خروجا عن ثوابت الأمة وقراراتها،
ويحاول أن يؤسس لواقع شديد الخطورة على القضية وعموم المنطقة، حيث يسعى إلى تحويل قضية شعبنا من قضية سياسية إلى قضية إنسانية، ويعمل على دمج الاحتلال في نسيج المنطقة والتمهيد لمشاريع وتحالفات خطيرة ومشبوهة. إن تجاهل الإجماع الفلسطيني برفض مؤتمر البحرين والإصرار على عقد المؤتمر رغماً عن الإرادة الفلسطينية الجمعية يشكل تراجعاً عربياً خطيراً عن الموقف الثابت برفض ما يرفضه شعبنا، وهو ما لا ينبغي القبول به أو استمراره. إن حركة المقاومة الإسلامية حماس، وفي ظل هذه المواقف والتحديات الصعبة التي تواجهنا وتفرض علينا التصدي لها ومواجهتها بقوة، تؤكد على ما يلي: أولاً، نحيي شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 48 والشتات الرافض لصفقة القرن ولكل المؤامرات التي تحاك ضد قضيته، كما نحيي شعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم على مواقفهم الراسخة وفهمهم العميق لحجم المؤامرة على فلسطين وشعبها. ثانياً، نعلن رفضنا لصفقة القرن، ولمؤتمر البحرين، ونتعهد بالعمل على إسقاط هذه المؤامرة، ونؤكد عروبة القدس وفلسطين وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها. ثالثاً، نطالب الأشقاء في دولة البحرين وكل الدول المشاركة بالتراجع عن عقد مؤتمر المنامة أو المشاركة فيه، وندعوهم إلى الانحياز لموقف الإجماع الفلسطيني الرافض للمشاركة في المؤتمر الذي يشكل جزءاً من صفقة العار وتصفية القضية. رابعاً، ندعو فصائل العمل الوطني والإسلامي وقوى شعبنا كافة إلى رفع مستوى الاستعداد للمواجهة والتصدي للمؤامرة من خلال رص الصفوف وتوحيد المواقف، وندعو جماهير شعبنا إلى الإضراب الشامل يوم الثلاثاء 25/6 بالتزامن مع مؤتمر البحرين التآمري، وإلى المشاركة في كل الفعاليات الشعبية الرافضة لصفقة العار. إذن مشاهدينا، نكتفي بهذا القدر من كلمة القيادي في حماس، وهي أيضا موقف حماس من ورشة البحرين مؤتمر المنامة. نكتفي بهذا القدر من كلمة القيادي في حماس مشير المصري، ونتحول مباشرة إلى زميلة من غزة، أيضا مراسلتنا من غزة لنا شاهين، لنا الأوضاع في قطاع غزة وأيضا الفعاليات التي تقام ناهضة لمؤتمر البحرين في ظل هذا الكلام والموقف لحركة حماس، أيضا مواقف أخرى من فصائل فلسطينية في قطاع غزة. نعم، يعني كل هذه الفعاليات والمؤتمرات هي تجري على قدم وساق، لم تتوقف، هي سبقت هذا المؤتمر، مؤتمر البحرين، والذي تم إطلاق عليه صفة مؤتمر العار ومؤتمر الخيانة. منذ ليس فقط منذ اليوم، كان هناك شهدت غزة منذ الإعلان عن هذا المؤتمر العديد من الفعاليات الرافضة لهذا المؤتمر وأيضا لصفقة القرن. اليوم تم تكثيف هذه الفعاليات، كان هناك العديد من الفعاليات. قبل قليل انتهى مؤتمر للحركة النسائية في حركة حماس، وأيضا بمشاركة العديد من السيدات والنساء، نساء فلسطين كانوا من الجبهات اليسارية وأيضا من حركة الجهاد الإسلامي. كان هناك أيضا كلمة لعضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، والذي أكد هو وجميع التصريحات والبيانات التي خرجت من جميع الفصائل الفلسطينية الوطنية اليسارية والإسلامية، والتي أكدت على رفض هذا المؤتمر، والتي اعتبرت أن هذا المؤتمر هو خيانة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وتصفية للقضية الفلسطينية، ويأتي ضمن المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأيضا ضد حقوق الشعب الفلسطيني. وأيضا كانت هناك مطالبات، كما استمعنا إلى السيد مشير المصري، ليس فقط من حركة حماس ولكن أيضا من جميع الفصائل الفلسطينية التي طالبت البحرين
عدم عقد هذا المؤتمر، وطالبت أيضا الدول المشاركة بعدم المشاركة في هذا المؤتمر. وأيضا أضيف إلى ذلك هناك العديد من الفعاليات التي كانت حاضرة أيضا اليوم في غزة، إن كان من الصحفيين قد أيضا نظموا وقتها ضد هذا المؤتمر، كان هناك للجان شؤون اللاجئين، أيضا كان هناك مؤتمر شعبي رفضا لهذا المؤتمر، مؤتمر البحرين وصفقة القرن. أيضا كان هناك العديد من البيانات، إذا ما تحدثنا ليس فقط على مستوى البيانات السياسية ولكن أيضا على مستوى النقابات. وحاليا باختصار بعد قليل سوف تنطلق الحملة الشعبية الإلكترونية لمواجهة مؤتمر البحرين وصفقة القرن، وذلك لمطالبة جميع أحرار العالم بدعم الشعب الفلسطيني في حقوقه ودعم القضية الفلسطينية. هي حملة تغريد تحت واسمي لا لمؤتمر البحرين ولا لصفقة القرن. إذن لنا شاهين مراسلتنا من غزة، بالتأكيد سنعود إليك لمعرفة أبرز التطورات، شكرا جزيلا لك. وفي سياق التحركات الشعبية الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن، تظاهر الفلسطينيون في رام الله رددوا خلال هذه التظاهرة هتافات ضد ورشة البحرين وصفقة القرن، وأكدوا أن فلسطين ليست للبيع، ودعا المتظاهرون الشعب الفلسطيني إلى الصمود والوقوف ضد كل مشاريع تصفية للقضية الفلسطينية. ناصر رحم. ضد مؤتمر البحرين، هكذا ارتفعت أصوات المتظاهرين في شوارع رام الله. التظاهرة تخللتها هتافات ضد صفقة القرن وشعارات فلسطين ليست للبيع، والشعب الفلسطيني لا يبيع وطنه بالمليارات. الموضوع السياسي بامتياز، الشعب ناضل من أجل حريته واستقلاله، ولا يمكن يكون هناك ازدهار لا عند الشعب الفلسطيني ولا في المنطقة ما دام هذا المحتل الصهيوني موجود، وما دام الأنظمة العربية تدور فلك الولايات المتحدة الأمريكية. المتظاهرون حملوا يافطات موحدون في إشارة لانحسار الانقسام الداخلي، كما رفعوا علم فلسطين فقط وهتفوا لأجلها. الشعب الفلسطيني كله موحد ضد صفقة القرن التصفوية وضد ورشة المنامة التي هي جزء من هذه الخطة. نحن نطالب جميع الشعوب العربية أن تقف إلى جانبنا، ونحن نقول لن نسمح لإسرائيل ولا للولايات المتحدة أن تدق إسفينا بيننا وبين الإخوة العرب. تحت شعار موحدون رفرف العلم الفلسطيني، هو وحده رفرف هنا فوق رؤوس المتظاهرين في مدينة رام الله على دوار المنارة. هنا وقف ياسر عرفات وتحدى شارون حتى آخر رصاصة في البنادق. هنا وقف أطفال الانتفاضة الأولى وهزموا إسحاق رابين. وهنا في هذه المدينة خرجت المتظاهرة التصاعدية تقول لا للتطبيع، لا لصفقة القرن، يسقط مؤتمر البحرين. الصفقة ما بتمر. وقد جابت التظاهرة شوارع رام الله فيما صدحت أغاني الفدائيين القديمة التي أعادت للجيل الجديد قيم الثورة ومعاني الصمود. نحن نقول بأننا مع شعبنا سنواصل كفاحنا الوطني المشروع حتى استرداد حقوق شعبنا. بوابة السلام الاقتصادي المزعوم في المنامة لن تفضح في كسر إرادة شعبنا وثنيه عن مواصلة كفاحه الوطني حتى تحقيق أهدافه. وفي نهاية التظاهرة وصل المشاركون إلى الحاجز العسكري الإسرائيلي ورددوا هتافات ضد الاحتلال. ناصر اللحام، دوار المنارة، رام الله، الميادين. رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتيا قال إن مضمون ورشة المنامة هزيل والتمثيل فيها ضعيف ومخرجاتها ستكون عقيمة. موقف إشتيا جاء في مستهل اجتماع للحكومة الفلسطينية في رام الله. لقد أدركنا أن هذه الورشة الاقتصادية في البحرين ستكون في الحقيقة هراء. إنها مجرد عمل نظري يتطلب 60 مليار دولار. لا نعرف من أين ستأتي هذه الأموال، لكننا نعرف أن المشكلة الاقتصادية في فلسطين لها علاقة بكل الإجراءات الإسرائيلية. لم أرى في المستند أي إشارة إلى الاحتلال، ولم أرى في الوثيقة أي إشارة إلى المستوطنات، ولم نرى في الوثيقة أي إشارة إلى إنهاء الاحتلال. هذه الورشة هي مجرد غسل سياسي للمستوطنات، وهي إطفاء للشرعية على الاحتلال. عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أشار إلى أن هدف مؤتمر البحرين الإجهاز على القضية الفلسطينية وبيع فلسطين في المزاد العلني.
الحية قال أن المؤتمر جاء ليقايض الفلسطينيين بحقوقهم وثوابتهم، مشيرا إلى أن أولى الخطوات المسؤولية للتصدي أو المسؤولة للتصدي لصفقة القرن هي التحلل من اتفاقية أوسلو. وأكد الحية رفض صفقة القرن لأنها تريد أن تجعل من المنطقة عدوا من أبناء الأمة غير العدو الإسرائيلي على حد تعبيره. أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول أن هدف صفقة القرن إبقاء إسرائيل قائمة وتصفية القضية الفلسطينية. وفي اتصال مع الميادين قال الغول أن العالم العربي الآن أمام معادلة جديدة في الاستعداد الرسمي العربي للتعاون مع إسرائيل باعتبارها دولة طبيعية في المنطقة. نحن أمام مرة أخرى محاولة أمريكية بالتنسيق مع إسرائيل في هذه المرة بشكل أعلى من كل المرات السابقة للانقضاض على الحقوق الوطنية الفلسطينية، مستفيدين من حالة الانهيار الرسمي العربي ومستفيدين من العدو الوهمي الذي جرى خلقه في المنطقة، وفي ذات الوقت مدخلين إسرائيل باعتبارها طرفا كأي طرف عربي يبحث عن حل مشكلات الشعب الفلسطيني. تخيلوا أن إسرائيل في ورشة البحرين ستناقش شأنها شأن السعودية والبحرين وغيرها من دول الخليج في كيفية المساهمة على حل المشكلات التي يعانيها الشعب الفلسطيني، وليس باعتبارها دولة احتلال مطلوب انسحابها من الأرض الفلسطينية، وعلى أن الاحتلال هو السبب المباشر في معاناة الشعب الفلسطيني. نحن هنا أمام معادلة يعني جديدة في الاستعداد الرسمي العربي للتعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة طبيعية في المنطقة، باعتبارها جزء من هذه المنطقة وعليها مسؤوليات كأي مسؤولية بلد عربي في إيجاد حلول لها. وصف البيان الختامي لمنتدى السيادة من أجل السلام والازدهار في بيروت كل من شارك في ورشة البحرين بأنه خائن لفلسطين. المنتدى نظمته جمعية الوفاق البحرينية معارضة بالمشاركة مع قوى سياسية، وعلى خط موازن رأت مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني أن كل ما يترتب على صفقة القرن ملغى وباطل وكأنه لم يكن. على جبهات مختلفة تتواصل في العاصمة اللبنانية بيروت الفعاليات الرافضة لورشة البحرين ولتصفية القضية الفلسطينية. في السرايا الحكومية اجتماع لمجموعتي العمل اللبنانية والفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني، وتأكيد أن كل ما يترتب على صفقة القرن لاغ وباطل وكأنه لم يكن. في موازاة اجتماع السراي نظمت جمعية الوفاق البحرينية منتدى السيادة من أجل السلام والازدهار لتأكيد الموقف البحريني الداعم للشعب الفلسطيني. طبيعي أننا اليوم نمثل صوت شعب البحرين المحجوب كما قلت المغيب الذي لا يسمح له بالتعبير، وإلا لو سمح لشعب البحرين اليوم بأن يتظاهر وأن يخرج إلى الشوارع لخرج بعشرات الآلاف يعني يدوس بأقدامه العلم الإسرائيلي رافعا علم فلسطين. بيروت كانت محطة إجبارية للهروب من تنكيل نظام البحريني بكل من يعارضه، يقول مسؤول جمعية الوفاق. شخصية سياسية واقتصادية وبرلمانية وإعلامية من دول عربية مختلفة اعتبرت أن كل من يشارك في ورشة البحرين هو خائن لفلسطين، مع الإشادة بالموقف الفلسطيني الموحد من الورشة. نحن بهذا الموقف الموحد الذي نريد له ترجمات عملية أيضا، لا يكفي أن نأخذ موقف إجماع فلسطيني ضد صفقة القرن وضد يعني مؤتمر المنامة بدون أن يترجم على الأرض. المشاركون نوهوا بمواقف الدول المقاطعة لورشة البحرين وأكدوا أهمية استمرار مثل هذه المواقف السياسية لنصرة الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد هذا هو الموقف الطبيعي للبنان، لبنان الذي افتخر واعتز بثلاثية الجيش والمقاومة والشعب، والذي استطاع أن يحرر أرضه من الاحتلال الصهيوني. الموقف الطبيعي أن يكون إلى جانب القضية الفلسطينية. البيان الختامي للمنتدى دعا كذلك إلى استمرار الحراك الشعبي في مختلف دول العالم رفضا لما وصفه البيان بصفقة العار. صفقة القرن لن تمر، وورشة البحرين لن تستطيع تصفية القضية الفلسطينية، والمؤامرة الأمريكية ضد المنطقة ستفشل. هذا ما أكده المشاركون من دول عربية عديدة في منتدى السياسة من أجل السلام والازدهار بدعوة من جمعية الوفاق البحرينية. أحمد عبد الله من العاصمة اللبنانية بيروت، الميادين. وللمزيد من النقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو عضو سابق في شورى جمعية الوفاق السيد إبراهيم مدهون. نرحب بك سيد إبراهيم. نسأل بداية
عن هذا المؤتمر، نبض الشارع البحريني كيف هو في موازاة هذا المؤتمر؟ السلطات في البحرين أقامت يعني وافقت على أن يكون هذا المؤتمر في داخل منامة، لكن نبض الشارع البحريني إزاء هذا المؤتمر كيف هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبض الشارع البحريني هو ما عبر عنه المؤتمر المؤتمرون اليوم، وخصوصا أننا نعلم بأن البحرين هو مزاجه، وحتى من هم قريبين من السلطة هم على القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية هي قضية جامعة ليس فقط للفصائل الفلسطينية وإنما للشعوب العربية ومنها الشعب البحريني. الشعب البحريني في أدبيات جمعية الوفاق وفي نظامها الداخلي أن القضية الفلسطينية هي أولى الأولويات قبل أي أولوية ثانية، ولذلك نحن من منطلق مسؤولية بما أننا معينيون كبحرينيون تقام هذه الفعالية على أرض البحرين وهذه الجريمة الكبرى على أرض البحرين، لابد أن نعبر بصوت الشعب، لأن البحرين اليوم أصبحت ثكنة عسكرية من خلال ما تمارسه السلطة ضد المتظاهرين. لم تتوقف البحرين يوما من الأيام عن مناصرة القضية الفلسطينية، ولكن إزاء هذا يعني وجود الجيش السعودي، وجود الأسطول الخامس الأمريكي، وكذلك المجنسين الذين ينضون تحت ما يسمى بقوات الأمن وغير ذلك، كلها من المجنسين، ولذلك مع ذلك لا زال البحرينيون يعبرون عن 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 غضبهم وعن عدم رضاهم في ان تقام هذه الفعاليه في على ارض البحرين وتدنس ارض البحرين. ولذلك نحن عندما عقدنا اقامه هذا المؤتمر لنعبر عن اراده شعب البحرين الذي تمثلت اليوم وتجسدت في هذا المؤتمر الذي عبر عنه البحرينيون من خلال كلمه سماحه النائب الامين العام شيخ حسين أو الكلمات الأخرى أو الفعاليات الأخرى، وهناك الكثير من الفعاليات التي المزمع إقامتها، ولكن يعني حتى المسيرات لم تتوقف، ولكن قوة القمع شديدة والتعتيم الإعلامي كذلك، لا يمكن حتى للصوت الإعلامي الآن، التغريدات أيضا محظورة قبل إقامة هذا المؤتمر من قبل رأس السلطة في البحرين، ولذلك لكي نعرف هو يعني حجم يعني التعتيم الإعلامي، نعرف بأن من يغرد الآن ربما تسحب منه الجنسيه كما سحبت جنسياتنا وكما يعني ويوضع في السجن للمؤبد. طيب سيد ابراهيم، يعني من يغرد الان ضد ورشه المنامه وضد هذا المؤتمر تسحب منها الجنسيه؟ اكثر من ذلك، الان هناك يعني نبيل رجب، نبيل نعم. رجب ناشط حقوقي، نعم. تغريده فقط انتقد يعني ما يفعل في اليمن، ولا زال يعني زج به في السجن من سنتين، الان ضعفت الى مده اكبر وربما تمتد الى ذلك. شيخ علي سلمان لا توجد قضيه 25 سنه. لكن في فيما خص هذا المؤتمر، يعني حضرتك تحدثت بكلمه بان من يغرد، يعني هناك حظر للتغريدات ايضا في البحرين، هناك بعض الناشطين نعم. الذين يعني هم قريبين من السلطه. تصرفت السلطه، تتحدث عن حالات قمع للتظاهرات التحركات في الشارع، إضافة إلى ذلك كيف تتصرف السلطات البحرينية للحركات والتحركات عفوا فعاليات في المناهضة لهذا المؤتمر؟ هي هناك قمع وهناك مراقبة إلكترونية، نعم. حتى أن بعض يعني بعض القريبين من السلطة ولكنهم في القضية الفلسطينية هم يعني لديهم تغريدات وذلك، الآن توقفوا عن التغريدات لأن هناك ملاحقات أمنية، ولذلك إلى هذا الحد السلطة تخشى لأنها تعلم. نعم البحرين يعني ربما يعني اختارت حكومة البحرين أن تقام هذه الفعالية، ولكن يعرفون أن البحرين هي أرض يعني ساخنة ليست من الآن، منذ العام 1948 ذهبت كتيبة للمناظر يعني لتحرير الأرض الفلسطينية، ولا زلنا نتعاهد ما قام به الأجداد إلى اليوم، لن نتخلى عنها المسؤولية، لأن قضية فلسطين هي قضية جامعة ليست فقط للفلسطين وإنما للشعوب العربية والشعوب الإسلامية ومنها الشعب البحريني، ولن نتخلى عن هذه المسؤولية التي هي وسام على صدرنا. يعني عندما نتخلى عن هذه القضية وخصوصا أن هناك جريمة كبرى، هذه الجريمة الكبرى تتمثل في أنظمة، هذه الأنظمة لا تمثل إرادات شعوبها، نحن نريد أن نقل العالم أيضا أن السلطة في البحرين ليس لها شرعية شعبية، ولذلك هي ليست منتخبة من الشعب ولكنها معينة من قبل البريطانيين والآن مدعومة من الأمريكيين، يعتقدون واهمين بأن أمريكا والكيان الصهيوني يستطيع أن يؤمن لهم هذه يعني البقاء في كراسيهم، ولكن نحن نقول لهم اليوم أن الشعوب هي من تحمي حكوماتها. عندما نتكلم عن الشعوب التي حكمت الشعوبات نذهب إلى العراق ونذهب إلى إيران، لديهم شعوب تحميها، أما هؤلاء هذه الأنظمة فهي أنظمة أداة وهي أنظمة خادمة لمصالح الاستكبار في المنطقة وقمع الشعوب العربية. طيب لكن اليوم في يعني في هذه الأيام التي يعقد فيها مؤتمر البحرين، الأوضاع اليوم في البحرين لو تصفها لنا بدقة عفوا سيد إبراهيم من حيث هذا المؤتمر، حضرتك تحدثت عن موقف جمعيات الوفاق، الجمعيات الأخرى يعني كامل الجمعيات الأخرى هي مناهضة لإقامة هذا المؤتمر في البحرين، الشارع البحريني يعني كل مكونات الشعب البحريني كيف ينظر إلى هذا المؤتمر، وأيضا كيف
الشكل العام أو كيف توجه العام اليوم داخل البحرين في ظل هذا المؤتمر؟ يعني ما الذي يقال في الشارع البحريني؟ في الشارع البحريني أولا هناك يعني رايان، رأي الشعبي نعم. ورأي السلطة فقط نعم. والسلطة لا تمثل الشعب البحريني، ولذلك عملت السلطة إزاء إقامة هذا المؤتمر في أرض البحرين إلى تكثيف يعني التواجد الأمني في جميع المناطق، ولكن مع ذلك أعلنت يعني القوى في الشعب البحريني عن كثير من الفعاليات في كثير من المناطق في تزامن في أزمان مختلفة، يعني في المالكية، في سترة، في السنابس، في دراز وغيرها من المناطق، حتى في العاصمة المنامة، ولكن تعرضت لقامة بلا شك، تعرضت لقامة، وربما لا تستطيع بعض القوى أن تخرج لأن هناك تواجد أمني مسبق، ولذلك حجم التواجد الأمني مكثف يعني بشكل غير مسبوق، حتى في يعني إزاء ما يسمى السلامة الوطنية كانت هناك يعني حملة يعني أمنية، ولكن في هذا الوقت هناك سيارات كما وصلني اليوم، هناك بعض السيارات يعني سيارات مدنية ولكنها هي سيارات مخابرات وسيارات قوى الأمن وقوى منتسبي الأمن وغير ذلك، لذلك هذا الحجم من السلطة لأنهم يعرفون ردة الفعل شعبان. مع ذلك أختي العزيزة لا يزال الشعب البحريني يعني واقف، لا يزال يخرج ومسيرات، وهناك رفع العلم، يعني هناك أيضا خطوات وصلتنا من البحرين بأن هناك خطوة كرفع العلم الفلسطيني على كل البيوتات يعني في البحرين، وهذه خطوة يعني جدا رفع العلم الفلسطيني على بيوتات البحرين ليعبروا أننا مع القضية الفلسطينية، وهو أضعف الإيمان، يعني الشعب البحريني لم يتوقف يوما استددين عن الخروج في مظاهرات، ولكن اليوم يمنع بقوات يعني مجنسة وقوات سعودية وقوات إماراتية، ولذلك لابد أن يعذر العالم شعب البحرين، لأن شعب البحرين هو من أكثر الشعوب مظلومية لأنه لا يستطيع حتى أن يعبر عن رأيه، ولذلك هذا المؤتمر جاء لينفس عن شعب البحرين ويتكلم يعني بصوت البحرين، ونريد أن نوصل صوتنا إلى فلسطين الحبيبة وإلى فلسطين العزيزة لنقول لها ما نقدمه وهو لا شيء إذا ما يقدمه الفلسطيني، يقول الفلسطينيين أنتم لستم وحدكم، نحن معكم في كل الجبهات سواء كانت إعلامية عسكرية غير ذلك، ونقدم الغالي والنفيس، وما تقوم به هذه الأنظمة يؤكد أولا أن هذه الأنظمة لا تمثل إرادات شعوبها، ومنها حكومة البحرين، حكومة البحرين لا تمثل إرادة الشعب البحريني، ولذلك سيدتي الكريمة هذه الأنظمة دائما تضعنا في يعني في مناطق لا تمثل إراداتنا. طيب. من هنا سيدتي الكريمة لابد للشعوب العربية، أنا أدعو من خلال منبركم الشريف لجميع الدول العربية أن تسقط هذه الأنظمة التي شاركت في هذه الورشة العار. طيب حضرتك تتحدث عن نوع من الهوة ما بين الشعب البحريني والحكومة البحرينية، لكن حضرتك كمتابعة للشأن الخليجي بشكل عام، هل نحن نتحدث عن ذات الهوة أقله فيما خص منتدى البحرين؟ نتحدث عن نفس الهوة ما بين كافة شعوب الخليجية ومن بين الحكومات وقرار هذه الحكومات؟ طبعا نحن يعني نلفت إلى اليوم موقف مجلس الأمة الكويتي. طيب كنت سأشير إليه بالفعل، لكن يعني باقي الدول الخليجية أو الشعوب الخليجية كيف هو نبض الشارع الخليجي إزاء هذا المنتدى؟ الشعوب الخليجية لا تقل عن الشعب البحريني، ربما الشعب البحريني متقدم ودولة الكويت أيضا لديها مجلس أمة يعبر من خلاله على عن موقفه الرسمي وما صرح به اليوم رئيس مجلس الأمة أيضا هو موضع شرف، وهذا ما يمثلنا، هذا الرأي الذي يمثلنا، وأما باقي الشعوب هي يعني مصادرة إراداتها سواء في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات أو غيرها من الدول. الآن عندما تشارك عمان مع شديد الأسف كنا نتأمل من سلطنة عمان أن يكون موقفها غير هذا الموقف، لأنه موقف خزي أن تشارك أي دولة في بيع القضية الفلسطينية، في يعني بيع إرادات الشعوب يعني الخليجية، ولذلك الشعب الخليجي مظلوم جدا، لأننا عندما نذهب إلى أي دولة ما هذه الدولة على الأقل في أقل تقدير هناك إرادة شعبية تتمثل في هذه الحكومات، أما الحكومات في هذه الدول هي غير ممثلة تماما، وإنما هذه أنظمة جاءت
من خلال التعيين البريطاني عندما كان الاستعمار البريطاني في هذه المنطقة، والآن يعني بعد الحرب العالمية الثانية الآن تتعهد به الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية لم تقف مع أي من الأنظمة، ولذلك نحن نقول واهم من يعول على أمريكا أو الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني هو كيان زائل بلا شك، ونحن هذه معتقداتنا من خلال القرآن الكريم، من خلال النواميس يعني الأمم. كل ذلك سيدتي الكريمة، الشعوب هي من تحمي الأنظمة التي تنتمي إليها، أما الأنظمة التي تبيع إرادتها وتبيع يعني قضاياها لا يمكن لهذه الأنظمة أن تبقى، وإرادات الشعوب هي دائما الحاكم وهي الفيصل وهي التي تقرر. ولذلك نحن نقول من خلال منبركم الكريم أيضا أؤكد بأن إرادة شعب البحرين هي مع القضية الفلسطينية، وما تقوم به السلطة في البحرين هو كفيل بإسقاط هذه الحكومة وإسقاط كل الحكومات والأنظمة التي شاركت في هذه الورشة، التي هي واقعا ليس فقط هي بيع يعني فلسطين هي أولى القبلتين، فلسطين هي ما يوحد كل العرب والمسلمين. لذلك عندما يشاركون هؤلاء بمعنى إما أن تكون مع أمريكا وما تمثل أمريكا والكيان الصهيوني، وأما أن تكون مع الشعوب وما تمثل هذه الشعوب، ولذلك إرادة شعوب مغيبة تماما. طيب فقط سؤال أخير وباختصار، هل يعني حضرتك تحدثت منذ قليل عن صورة جرت في البحرين، رفع الأعلام الفلسطينية على أسطح المنازل في يعني في كامل الأراضي البحرينية، لكن هل هناك مقاطعة أيضا؟ هناك مقاطعة يعني للمشاركين. نعم. سواء تجار أو غير ذلك، هناك أيضا مقاطعة لهؤلاء التجار، ولذلك مقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية. طيب. وحتى هؤلاء التجار ومن يشارك في هذه، ندعو أيضا الشعوب العربية من يشارك في هذه للتعبير عن رأيهم يجب أن يقاطعوا لكي لا يعود غيرهم ويشارك في مثل هذه المؤتمر. باختصار، هل من صور مماثلة في إحدى الدول الخليجية أو في بعض الدول الخليجية لهذه الصورة، ربما تحركات بعض الشعوب الخليجية أو بعض أهل الخليج؟ لا، حسب متابعاتي لا يوجد، ولكن فقط هي البحرين دائما هي القلب النابض في الخليج. نعم. إذن السيد إبراهيم المدهون العضو السابق في شورى جمعية الوفاق، شكرا لك لحضورك معنا. وشكرا لكم. إذن في الكويت أكد أعضاء مجلس الأمة أن ورشة البحرين المزمع عقدها غدا في المنامة ترمي إلى تكريس الاحتلال وإطفاء الشرعية عليه، وفي بيان تلاه رئيس المجلس مرزوق الغانم دعا الأعضاء الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم لمقاطعة أعمال هذه الورشة. ولما كان الموقف الشعبي الكويتي عبر نخبه السياسية وتجمعاته النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة قد عبرت مرارا وتكرارا عن رفضها القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لذلك ندعو نحن الموقعون أدناه الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع ورفض كل ما تسفر عنه من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة. وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح رد على بيان مجلس الأمة بأن الحكومة متمسكة بالثوابت في سياسة الخارجية الكويتية، ودعا صباح الولايات المتحدة إلى إيجاد حل يأخذ في الحسبان قرارات الشرعية الدولية. تود الحكومة أن تؤكد على تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية في دعم القضية الفلسطينية. نقبل ما يقبل به إخواننا الفلسطينيين، ولن نقبل ما لا يقبل به إخواننا الفلسطينيين. في نفس السياق نأمل ونرجو ونتمنى من أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية المعنيين بإيجاد حل للقضية الفلسطينية أن يأخذوا بعين الاعتبار الركائز الأساسية في قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وخطة السلام العربية. الإعلامي والكاتب السياسي الكويتي حسين جمال أكد أن البرلمان الكويتي قال كلمته بوضوح عن أن ورشة البحرين تكريس للاحتلال، وفي اتصال مع الميادين استبعد جمال مشاركة الكويت في ورشة البحرين، وإذا شاركت فستكون مشاركة رمزية. البرلمان اليوم قال كلمته بوضوح وأكد في بيان لأعضاء مجلس الأمة أن هذه الورشة هي تكريس للاحتلال وإبقاء شرعية وتحميل لدول الخليج وعدد من دول عربية أخرى نفقات وأعباء تثبيت هذا المشروع.
أعتقد أن الحكومة اليوم استمعت لصوت الناس وصوت الشعب وصوت الأمة، وأكد في وزير الخارجية بأن الحكومة بشكل أو آخر لن تشارك في هذا في هذه الورشة ولن تكون جزءا من مشروع التطبيع. يعني أنا أعتقد أن بعد بيان مجلس الأمة الكويت سيكون لن تشارك في هذا المؤتمر، وإذا شاركت مشاركة رمزية ممكن تسمينها مجاملاتية مع الدول المحيطة بها. طلب عضو المكتب السياسي لحركة النضال الوطني أحمد الكحلاوي الحكومة التونسية بعدم المشاركة في ورشة البحرين. وفي حديث للميادين أعلن الكحلاوي أن تونس ستشهد تظاهرة ضخمة في 8 من الشهر المقبل رفضا لصفقة القرن. نحن في تونس لم نقبل ولن نقبل أبدا أن تستمر هذه المهازل. نحن نتمنى على هذه الحكومة، الحكومة التونسية، أن لا تذهب إلى البحرين إلى هذه المهزلة. مؤتمر سلام وازدهار، متى يأتي السلام من هذا العدو الذي يقتل الفلسطينيين لمدة قرن؟ هل يأتي ازدهار من هذا الكيان الذي ينهب أموالنا؟ الكيان الصهيوني يطلب اليوم من الحكومات العربية 250 مليار دولار كما يسمى بتعويضات على أملاكه. هذا الكيان هو كيان نهب، كيان سرقة، وكيان قتل وجرائم ضدنا شعبنا العربي في فلسطين، وضد أيضا تونسنا. تونس هذه التي تقف ضد الكيان الصهيوني وتقف مع المقاومة. فصل قصير ونواصل بعده نشرة. أهلا بكم من جديد. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الطائرات المسيرة نفذت عمليات واسعة بطائرات قاصف استهدفت مطاري أبها وجيزان. سريع أكد أن العملية الأولى على مطار جيزان أصابت مرابض الطائرات وأهدافا عسكرية مهمة وحساسة، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية في مطار أبها وأصابتها بدقة. وأضاف أن العمليات أدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطارين. منح البرلمان العراقي الثقة لتعيين نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري وزيرا للداخلية وفاروق أمين وزيرا للعدل. محمد الفهد. في جلسة خالية من الاعتراضات والسجالات مرر مجلس النواب العراقي 3 مرشحين من أصل 4 لشغل الوزارات الشاغرة. فبعدما أرسل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أسماء المرشحين إلى البرلمان، تم التصويت على نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الموسوي وزيرا للداخلية وفاروق شواني وزيرا للعدل، فيما لم تنل مرشحة التربية سفان الحمداني الثقة بسبب عدم اقتناع معظم النواب بسيرتها الذاتية. اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء أعتقد كانت رسالته واضحة، أنه اختار من هذه الشخصيات والأسماء اللي موجودة، وإحنا كنا نعلم هذه الأسماء موجودة بالإعلام وبمتداولة، طرحها أمام مجلس النواب. أعتقد نالت الثقة لثلاث حقائب، وحقيبة واحدة ما نالت الثقة مجلس النواب. رئيس الحكومة حدد 3 أيام موعدا نهائيا لتقديم بديل عن أي مرشح للوزارات الشاغرة إذا لم يحصل على الثقة، ما يعني أن التربية وهي الوزارة الشاغرة الوحيدة التي ستحسم قريبا وفق النواب. البرلمان حريص كل الحرص أنه يمرر أو يكمل الكابينة الوزارية حتى يلزم الحكومة بما ألزمت نفسها بتطبيق البرنامج الحكومي الذي وعدت به. الانتهاء من ملف الوزارات الشاغرة قد لا يكون نهاية المطاف فيما يتعلق بإكمال التشكيلات الحكومية، فالمناصب الخاصة والهيئات المستقلة ملف آخر قد يكون أكثر تعقيدا من الوزارات الشاغرة بحسب المراقبين.
أخيرا حسم البرلمان العراقي موقفه وصوت على الوزارات الشاغرة لتنتقل بذلك الكرة إلى ملعب الحكومة التي اكتمل فريقها الوزاري باستثناء وزارة التربية، وأصبحت تحت ضوء البرلمان الذي يعد العدة لمراقبة العمل التنفيذي. محمد الفهد، بغداد، الميادين. يحاكم القضاء التركي اليوم 16 شخصا بتهم تنظيم محاولة الانقلاب وتمويلها عام 2013 في اسطنبول. مصدر تركي توقع أن يحكم المدعي العام على المتهمين بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط. في المقابل وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بالمحاولة الفاضحة لإسكات شخصيات بارزة في المجتمع المدني. وفي تركيا أيضا ارتفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 5 ليرات و7 قروش بعد انتهاء انتخابات الإعادة في إسطنبول بفوز المعارضة. وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول التركية بنسبة 1.18% عند بدء تداولات اليوم بعدما انعكست نتائج الانتخابات إيجابا على معنويات المستثمرين. يذكر أن الحكومة التركية وعدت بالتركيز على معالجة المشاكل الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية بعد الانتهاء من الانتخابات. فوز مرشح المعارضة على مرشح حزب العدالة والتنمية في إسطنبول مع ما تتضمنه من رمزية سياسية ومعنوية يفتح الباب على تساؤلات بشأن الاستحقاقات المقبلة. محمود واثق. هزيمة متعددة العناوين، تلك التي مني بها حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول. فبعد ربع قرن تخرج المدينة من سيطرة الحزب لتعود إلى أحضان حزب الشعب الجمهوري المعارض. يفعلها أكرم إمام أوغلو للمرة الثانية في رسالة إلى المعنيين قد تتخطى منصب بلدية إسطنبول. أعتقد أن إمام أوغلو من خلال هذا الأداء والحنكة السياسية وأسلوب خطابه سيكون المنافس الحقيقي للرئيس رجب طيب أردوغان في الترشح لمنصب رئاسة الدولة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023. اللجنة العليا للانتخابات التركية أعلنت رسميا فوز إمام أوغلو بفارق يتجاوز 800,000 صوت على مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدرم في انتخابات محلية وصفت بمعركة كسر العظم. حزب العدالة والتنمية الذي خسر هذه المعركة يقول البعض إنه بحاجة إلى تغيير أسلوبه في إدارة البلد وإجراء عملية جراحية على بنية الحزب ليكون جاهزا لخوض معركة انتخابية مقبلة. سلسلة أخطاء ارتكبها حزب العدالة والتنمية خلال الأعوام الماضية أدت إلى تراجع شعبيته على هذا النحو الذي رأيناه في عملية التصويت في الانتخابات المعادة. إردوغان معني بالدرجة الأولى بأن يغير بعض وجوه الحزب الذين كانوا سببا في هذا الفشل. مع عودة إسطنبول إلى صفوف المعارضة فقد حزب العدالة والتنمية الحاكم السيطرة على أهم المدن السياسية والاقتصادية، والأهم من ذلك أن شعبيته تتراجع في المدن ذات الكثافة السكانية والثقل الانتخابي، ما يشير بحسب المراقبين إلى تحديات وصعوبات سيواجهها الرئيس التركي أردوغان في المراحل المقبلة من حياته السياسية. هي عودة قوية للمعارضة إلى المعترك السياسي من خلال إسطنبول، لما للمدينة من رمزية سياسية ومعنوية، ما يفتح الباب على كل الاحتمالات في الاستحقاقات المقبلة. محمود واثق، إسطنبول، الميادين. من هو أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الجديد؟ تقرير زهرة ديراني. ظفر أكرم إمام أوغلو بإسطنبول وخطف أضواءها. لسنوات طوال اعتلى مرشحو حزب العدالة والتنمية هذه المنصة وملأوا أيديهم منها بفوز كاسح، لكن عاصمة تركيا الاقتصادية والتي كانت وجه السعد على أردوغان وحزبه منذ أن فاز برئاسة بلديتها قبل 25 عاما تمردت عليهم فانقلبوا فيها خاسرين وأكرمت من نال رضا أهلها وأصواتهم. لم يكن إمام أوغلو معروفا داخل تركيا وخارجها، لكنه تمكن من أن يشد أنظار الأتراك والعالم إليه بفوز وصل فارقه إلى نحو 1,000,000 صوت عن منافسه رئيس وزراء تركيا السابق بن علي يلدرم.
عام 70 ولد إمام أوغلو في مدينة طرابزون، تخرج من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول وحاز درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية، ثم بدأ حياته المهنية عام 92 من خلال شركة للبناء، تولى لاحقا رئاسة مجلس إدارتها. نجاحه في عالم إدارة الأعمال دفعه إلى الخوض في غمار السياسة، فانضم إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض عام 2008، ثم محافظا لبلدية بلكدوزو أحد أحياء إسطنبول. من ظفر باسطنبول ظفر بتركيا، قالها أردوغان، وهذا يفسر عجزه عن دفن مشاعره في جنازة رئيس الغرفة التجارية في اسطنبول، فالرئيس التركي لم يستطع أن يواري خسارته أمام عمدتها. قواسم مشتركة بين الرجلين ضجت بها الصحف التركية وبينها لاعب كرة القدم، لكن أردوغان لم يتوقع أن يهز إمام أوغلو شباكه في اسطنبول وأن يسجل أهداف الفوز على ملعبه. توفي المدعي العام لولاية أمهرة في أثيوبيا متأثرا بجروح أصيب بها أمس خلال محاولة الانقلاب التي أدت أيضا إلى مقتل رئيس الولاية وأحد مستشاريه. وكان رئيس الوزراء قد أكد أن رئيس الأركان الجنرال سياري ميكونين تعرض لإطلاق نار بعد ساعات من الإعلان عن محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، وهي ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في البلاد. في موريتانيا أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني فاز بحصوله على أكثرية 52% من الأصوات. وقالت اللجنة أن ولد الغزواني انتخب رئيسا للجمهورية متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشح المعارض برام ولد الباه أعبيدي. تعتزم السلطات الأسترالية بناء ميناء جديد على الساحل الشمالي للبلاد قادر على استيعاب سفن حربية ضخمة تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية. شبكة ABC التلفزيونية الأسترالية نقلت عن مسؤولين حكوميين وعسكريين أن الإعلان الرسمي عن القرار قد يجري منتصف تموز يوليو المقبل بالتزامن مع ذروة المناورات العسكرية الأمريكية الأسترالية المشتركة، مشيرة إلى أن الميناء سيضم منشآت تجارية وصناعية وأخرى مخصصة للأنشطة العسكرية. والآن إلى العناوين. طهران تحذر من رد قاس على أي خرق لسيادتها، والمبعوث الأمريكي يعلن استعداد واشنطن لرفع العقوبات بعد التوصل إلى اتفاق معها. تحركات شعبية وفعاليات رفضا لصفقة القرن، وورشة البحرين والأمة الكويتية يدعو لمقاطعتها ورفض أي محاولة للتطبيع. البرلمان العراقي يمنح الثقة لمرشحي رئيس الحكومة لمناصب الوزراء أو وزراء الدفاع والداخلية والعدل. لجنة الانتخابات التركية تعلن رسميا فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول، والليرة والبورصة تنتعشان. ووفاة المدعي العام لولاية أمهرة الأثيوبية متأثرا بجروح أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة. للمزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net والميادين بالإسبانية للمتابعين باللغة الإسبانية، بالإضافة إلى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.